السلام عليكم، مساء الخير. نرجع مع كراش. خلنا نشوف أول شيء. خلنا نشوف أول شيء الخريطة عشان نشرح لكم الخريطة الفرعية هذه شنو موضوعها. طيب، الخريطة الأولى المراحل اللي خلصناها حتى الآن، لقاض المزعج. وعلى فكرة أسماء المراحل باللغة الإنجليزية تختلف عن العربية، يعني مثلا لقاض المروع، المزعج، مو أويكنينج، أوفل أويكنينج، قمة إنسانتي، إنسانتي بيك، أوكي. لكن تفاجأت أنه قروش الصحراء، يعني أي واحد ما يعرف إنجليزي، قروش شاركس الصحراء ديزرت، يعني شارك اوف ذا ديزرت او ديزرت شارك، ابحث عنها، اكتب كراش فور او شارك، ما راح تلقاها، راح تلقى اسم ثاني مختلف بالمره. فما ادري الترجمه الغلط او يعني ماني عارف. زين، مطحنه كراش، كراش كومبريتر، ما ادري شنو طريق الغضب، هي المرحله اللي لحد الان ما لعبناها. لكن في مرحله طلعت فرعيه اللي هي شريط الذكريات. زين، شريط الذكريات، خلنا ندش. شوف، مثل ما احنا شايفين في رموز، اني اذا خلصتها 100% جبت الصناديق كلها راح تاخذ الشعار هذا. زين، واذا خلصت 90% من الصناديق في كذلك شعار، واذا خلصت كل الصناديق ما ادري معناته انهاء، انك لعبتها تاخذ شعار عادي. اذا خلصت 90% من الصناديق تاخذ شعار ثاني، اذا خلصت كل الصناديق تاخذ شعار. وفي صناديق هنا موجوده، يعني ها في مراحل راح تلعبها ككراش. زين، وفي مراحل راح تلعبها ككوكو. اوكي، خلنا نشوف. زين، نقول بسم الله. نقول بسم الله لعب المرحله فار التجارب متمثمت. يلا خلنا ندش. راح نلعب كطريقه لعب كراش القديمه، مو الشريط الجديد، بس طبعا مراحل جديده لكن قديمه، يعني الصناديق القديمه اللي احنا نعرفها الوامبا، وتربط عليها من غير اي شيء ثاني. نقول بسم الله ونشوف. زين، انك تنط، بس هذا كراش القديم، يعني تنط في 118 صندوق. فنقول بسم الله. وانت فوق لازم تنط. زين، يلا وانت فوق لازم تنط. المرحلة ترى طويلة، ترى ما فيها تشيك بوينت تقريبا بالنص. 1 2 3. اوكي، زين. خليك مع اللي فوق، اي شيء في فوق خليك نط على فوق اول شيء. 2 3. لا تنسى هذه عليها 5 نطاط عشان تكسر الصندوق الاولاني. زين، اللي فيه مجموعه الفواكه وامبا. فخليك داير بالك. اوكي. الصندوق اللي فوق يعني ممكن تتر عليه. واحد، 2 3 4 5، بعدين تنط. راح احاول انهيها. زين، إذا طوّفت صناديق لا تقولون ليش. زين، أقل شيء نوصل للتشيك بوينت أول شيء. و
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يمين، ها التشيك بوينت بينت. راح أطوف راح أطوف أطوف. يعني خلط لك الشريط الجديد بين الكراش الشكل العصري الجديد وكراش القديم، يعني ما ثلاثة أربعة خمسة. لا تنسى وصلنا أخيرا. زين بس زين نخلص من تشيك بوينت، نوقف عند التشيك بوينت تقريبا. تقريبا هذه نص المرحلة تقريبا. فكر بالنطة اللي وراها علشان تنط. زين لأن المسافة شوي طويلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. دائما نفكر بالنطة اللي وراها، لازم تنط أعلى تنط أعلى عشان تخلصها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ثلاثة أربعة خمسة. النهاية هذيك، النهاية هذيك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اوف اوف. شلون خلصتها ما ادري. شلون خلصتها يعني؟ ها خلصناها كلها. اوكي خلصناها كلها فأر التجارب 2018. شوفكم في المراحل الاصليه هذه، طبعا كانت ذكريات، مرحله حلوه تربطك بين القديم وبين الجديد. شوفكم في المرحله ان شاء الله
مرحلة والله ما ادري خامسة ولا سادسة، ما ادري وين وصلنا. طيب